ليس كل ما يلمع ذهب، 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 ليس كل ما يلمع ذهب. كلاب اخر مدة بحضرش افلام لانه كلهم رعب، بفرجوا كيف العالم شوي شوي عم بحترق له، كل واحد قاعد له في زاوية ثانية ما بهمه، والاغاني بيغنوا غناني في احلى فندق، المعوش مصاري يروح الشغل ويدق راسه، في اللغة العربية بقولوا زي زيه، بس مش كل واحد بدو ياكل لازم يسرق، والمعوش سيارة يسابق بدو يشوع. فلان اشترى سيارة مبروك مبروك، كمان واحد عالشارع اما بعرفش يسوق، معه رخصة اما في الواقع اليوم الاغلب تيوس، لانه قوة العقل هي قد الفلوس. فلان سبق مع الواقع الافتراضي، مستغرب انه الحقيقة بعده مش راضي، حاسس عرق السال عالفاضي، كل حياته يسابق، وصل للاخر قوة الوقت اكبر من كل قاضي يا ابن القاح.